السينما والمسرح المخرج المسرحية الدكتور؟ كان المحور الأساسي هو العنوان الرئيسي للندوة هو مسرحة الرؤى. والحاضرة في الذاكرة الثقافية العراقية والعربية كل الورش والمختبرات والفرق المساعدة والدعم اللوجستي. هاي أؤكد أنه سوف تكون هناك جريدة يومية من أجل نجاح هذه التجربة. نحن شركاء في أن شعارنا اللي اتخذناه لأن المسرح يضيء الحياة، ستنطلق فعاليات مهرجان بغداد الدولي بدورته الثانية يوم 20 ويستمر إلى يوم 26. حقيقة ستشارك عدد من الدول، والعروض سوف تكون 15 عرض لدول عربية وأجنبية بالإضافة إلى العروض العراقية المتميزة. اليوم المسرح يمكن بهذا المؤتمر الصحفي انطلقنا بافتتاح مسرح الرشيد الكبير الذي كان حلم للجميع وحلم لفنانين قبل أن يكون لحلم للجمهور العراقي. خرجنا بأربعة عروض مسرحية عراقية تدخل ضمن الجائزة الرسمية. هناك جوائز ستتخلل لجنة تحكيم اثنين أجانب، اثنين عرب وفرد واحد عراقي. معايير هذه الجائزة ستكون معايير عالمية كما أردنا، والدليل وجود نصف لجنة التحكيم هم شخصيات أوروبية ومهمة منظرة في مجال المسرح العالمي. جلسات نقدية وبحثية في نفس الوقت. بالمناسبة هذا المهرجان سينطلق في نفس التوقيت لافتتاح مسرح الرشيد ودائرة السينما والمسرح. كجهة قسم السينما في دائرة السينما والمسرح راح تكون بالتوثيق هذه المسرحيات وهذه الورشات خلال جميع الأيام، ويكون بث مباشر على اليوتيوب، وإن شاء الله يوصل لكل بيت عراقي. تعرف الناس ما تقدر تجي كلهم للمسرح ويحضرون هالأجواء، فإحنا نقلهم إياه وإن شاء الله يتنال إعجابهم. ملحمة فكرية تعيد إلى بغداد ومنصة بغداد الفكرية. وثقافة بغداد ومسرح العراق بهمة كل النبلاء فاضل وكل الزملاء الأعزاء. شكرا جزيلا للدكتور أحمد حسن موسى. هناك فقرتين مهمة لابد من الإشارة لها، أن المهرجان سينطلق على مشاركات عربية وأجنبية.